بحق شفيع الأنام، بحق النبي وآل النبي الهداة الكرام، بحق علي مقامي، بحق الكساء ومن بالكساء، بحق البتولة خير النساء، بحق النبي، بحق الوصي، بحق الزكي، بأم الشهيد وأخت الشهيد، بحق الشهيد المعفر في كربلاء. إلهي بزين العباد وباقر علم التقى والرشاد، بجعفر بموسى بمن في خراسان يهدي النفوس، بباب المراد بحق الجواد وابن الجواد، علي الحقائق للناس هادي بالعسكرين.